علي ينام مكانه؟ هذا الفتى يفتديه بنفسه؟ أي أناس تحارب؟ في اليوم 18 من ذي الحجة في السنة 10 للهجرة، جمع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين عند رجوعه من الحج في مكان يسمى غديرهم، وخطب بهم خطبة مفصلة. وفي آخر خطبته قال: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. فأخذ بيد علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. شخصية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وحادثة الغدير بالأخص، إنه هي سيدة المناسبة اليوم، وهذا اللقاء من أجلها معقود. علي بن أبي طالب عليه السلام أنا برأيي إنه تناولته الأقلام بشيء من الأنصاف الأجنبية أو الأسلام المسيحية أو ما شابه ذلك أكثر حتى من المسلمين، والسبب معروف طبعا، إنه علي بن أبي طالب أرادوا له أن يغيب هذا التغييب القصري، لأنه أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذه الحادثة العظيمة التي شهد بها القرآن. المسلمون والجهة المقابلة المناوئة لعلي بن أبي طالب أحسنت في طعن علي بن أبي طالب وفي ضرب هذا المفهوم الذي أتى به القرآن الكريم والذي شهدت به حادثة الغدير، الحادثة العظيمة التي تناولها جورج جرداق وتناولها كثير من المنصفين بصراحة لشخصية علي بن أبي طالب وركزوا عليها. فالذين تناولوا شخصية علي بن أبي طالب تناولوها بشيء من الإنصاف، ولكن مع شديد الأسف إنما غيبت في المسلمين تغييبا مقصودا ومتعمدا، لأنها لو ظهرت هذه الشخصية الحقيقية بكل تفاصيلها وبكل تنوعاتها كما أظهرها جورج جرداق هذه وأسماها حينما أراد أن يسميها وحينما أراد أن يختار لها اسما كان محتارا وكان مرتبكا لما يقرأ في هذه الشخصية، فقال: ما وجدت إلا أن أفزع إلى أضخم عنوان جامع مانع، وقلت إن علي بن أبي طالب صوت العدالة الإنسانية، وهو حقا بذلك يستحق هذا الاسم. فلذلك أنا أقول إن الذين تناولوه نعم الأجانب أو المستشرقين أو غيرهم بشيء من الإنصاف أكثر مما تناولوه المسلمون، ولعله أسحف قليلا وأقول حتى في الجانب الشيعي لم يتناولوه بهذا الكم الذي يظهر أمير المؤمنين هذه الشخصية العظيمة التي اليوم كما نراها وكما يحس الزائر لأمير المؤمنين عليه السلام هذه العظمة وهذا البهاء. يا كرار حبك صار مثل الدار يجمعنا، جربناك وعرفناك من انخاك. الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. كنا نقول لو طحنا شدة والهضم يكثر بيك اللوذ ونحشمك وانت البشدة تحضر، هي المخاف كل حاير لو حشمك يا حيدر، جربناك وعرفنا واقع هذا ما ينكر. ما يصطلح عليه يوم الغدير أو بيعة الغدير أو حادثة الغدير كلها مصطلحات لمعنى واحد، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله في السنة 10 للهجرة حينما حج حجة الوداع أوقف الناس بعد رجوعه وانتهائه من مراسم الحج ورجوعه إلى المدينة المنورة في هذه المنطقة
التي فيها عين ماء يستقي منها المؤمنون وتسمى غدير خم. الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله أمر بإيقاف جميع هؤلاء المسلمين وإرجاع من تقدم منهم، واجتمعوا لأمر طارئ. لا يعرف المسلمون ماذا سيحدث وما هو مرام رسول الله صلى الله عليه وآله. وحين اجتمع الناس كلهم بهذا الجمع الهائل، وحسب الروايات والتقديرات التي أوردها مؤرخو الإسلام في كتبهم وفي صحاحهم، يتراوح العدد بين 100,000 أقل أو أكثر. ليس الرقم مهم، وإنما المهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بجمع جميع الحجيج في ذلك العام، ثم عملوا له من هوادج الإبل وبنوا له منبرا واعتلاه وخطب هذه الخطبة المشهورة. الخطبة استمرت عدة ساعات، كما يروي أصحاب التاريخ والسير أنها استمرت، وأبلغهم: ألست أنا نبيكم؟ ألست أنا مولاكم؟ إلى آخره. خطبة طويلة أوضح فيها أحكام الإسلام، وسألهم: من أولى الناس بأنفسكم؟ فرد عليه الجميع: الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم قال: ألست أنا بسيدكم؟ ألست أنا مولاكم؟ كلهم قالوا: بلى يا رسول الله. فقال قولته الشهيرة التي دوت في صدى التاريخ: ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. هذه العبارات بنصها وردت في كثير من الروايات الصحيحة وكتب السير، وتقريبا هناك إجماع أو شبه إجماع على هذه الروايات. إذن الغدير وما يصطلح عليه يوم الغدير هو هذا الموضع الذي خلف فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، خلف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لخلافة المسلمين. واقعة الغدير ليست واقعة عابرة أو حادثة سطحية بسيطة، بل هي الحادثة الأكثر عمقا في مجرى الرسالة الإسلامية وفي خط سيرها الطويل، ولذلك لابد من أن يأتي ذكرها في مختلف المجالات الإسلامية والبحوث الدينية كالسيرة والتاريخ والتفسير والحديث والفلسفة الإسلامية والأدب، وذلك لأنها مسألة تتعلق بجوهر الرسالة السماوية وبصلب الوصايا النبوية التي لا تتجزأ ولا تفترق عن الأوامر القرآنية التي تعتبر أن إتمام الرسالة وإكمال الدين يمكن في تنصيب وتولية الإمام علي عليه السلام أميرا للمؤمنين وخليفة ووصيا على المسلمين كافة. لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى قد اختار لمحمدا أن يبلغ دون أن يكون هنالك استعداد من قبل الناس. احنا نعرف أنه الأحكام، ونعرف أنه التصرفات النبي محمد صلى الله عليه وآله كلها مشوبة بالمصلحة، فكان تبليغ النبي يقينا أنه يتقبل المجتمع، لكن حتى يحيى من يحيى عن بينة ويهلك من يهلك عن بينة، كانت هذه الظروف والملابسات التي جعلت جانبا مع علي بن أبي طالب والجانب الأكبر ضد علي بن أبي طالب. هذه سنة الحياة، سنة الحياة خير وشر، وسنة الحياة إنه حقا وباطل ودفاعا ومدفوعا عنه. فكانت كان أمير المؤمنين عليه السلام بهذا الشكل المريع من الظلم، ولكن سوف يتحرك التاريخ بفكره، بعقيدته، بثقافته، بكل شيء، باحثا عن الحقيقة لا يجدها إلا في شخصية أمير المؤمنين عليه السلام. الله أكبر، هل عيد الغدير جرى مثل القيامات حتى أسكر البشر، فأذهلت عن بنيها كل مرضعة وكل ربات حمل ألقت الثمر، أم أدرك القمران بعضهم عجبا والشمس لا ينبغي أن تدرك القمر،
أم ذاك ياسين علا كف حيدرة وبلغ الوحي لا خوفا ولا حذرا. علي وكنت من حولهم في عطر محبرتي يدي على الرأس والأخرى على رئتي أستنشق الوزن من بحر النبي هوى وتنتهي عند داح الباب قافيتي. علي الناس تبكي وبسمات على شفتي يوم الرياح وحب المرتضى لغتي وحير بني وكل الناس في شغل علي وعنهم أنا في شغل أغنيتي. علي الكثير من المستشرقين أو مو فقط المستشرقين حتى الكتاب العالميين المحايدين، مثلا احنا نقدر نذكر من المستشرقين جورج رداق وبول السلامة وكذلك عبد الرحمن الشرقاوي من تناول حياة الإمام علي وطه حسين. يعني مثلا جورج رداق جزأ أو قسم حياة الإمام علي إلى مجموعة من الصفات اللي يعني كان علي وحقوق الإنسان، علي صوت العدالة، بخمس يعني بخمس عناوين، كل عنوان نتحدث عن موضوع علي والثورة الفرنسية. يعني قارن بين الثورة الفرنسية يعني شعراء وكتاب الثورة الفرنسية، يعني هاي الثورة الفرنسية الآن العالم الغربي أو الأوروبي هو اللي يفتخر بها وهي كمحطة مهمة بالتاريخ الإنساني. فكان يتحدث يعني عن مواقفة أو إيمانا نقول بالآخر، يعني هو شلون كان خليفة المسلمين بالوقت نفسه عنده استعداد أن يساوي الشخص الآخر، يعني لما يخضع إلى كثير من الأمثلة اللي أكدت وجود الإنساني وأكدت على أنه هو يعني طبعا بمعرفة أنه مواقفة الفكرية وكذا، لكن أنه يتساوى مع الشخص الآخر هو بحقيقته. يعني من في محكمة معينة مثلا ما يقبل أنه يصور أنه هو كخليفة المسلمين وذاك كشخص عادي. وبما أن الأمر كذلك فهذا يعني أن قوة تلك الحادثة وعظيم أثرها يمكنها من الدخول في كل مرفق من مرافق الفكر والبحث والمعرفة، سواء عند المسلمين أم عند المفكرين والأدباء من أبناء الديانة المسيحية المهتمين بالفكر وبالتراث الإسلامي. ظروف بيعة الغدير، احنا سبق وان قلت انه امير المؤمنين عليه السلام، الحوادث التي يقصها علينا النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم لا يمكن ان نحملها وهو النبي المسدد وهو النبي الذي لا ينطق عن الهوى، لا يمكن ان نحملها حملا مجازيا او ناخذها من باب الصدفه او ناخذها من اي جانب اخر، وانما ركز النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم وصنع لها اعلاما مركزا وصنع لها مكانا مخصصا وصنع لها مناسبه مخصصه، واراد ان يجهز على كل الفرص التي تاخذ من امير المؤمنين عليه السلام هذه المكانه التي اراد النبي صلى الله عليه واله ان يعلنها. فالظروف التي هيئها النبي كانت حادثة الغدير بلا أدنى نقاش هي الحد الفاصل بكل معنى الكلمة، وكما قلت لو تجولنا اليوم ببطون الروايات وتجولنا اليوم ببطن القرآن والتفاسير نجد أن هذا الإعلام الإلهي الذي خص به الله سبحانه وتعالى محمد، يبعث جبرائيل أن يا محمد في هذا المكان أقم إمارة لعلي بن أبي طالب، الله جل جلاله يعني من يكون علي بن أبي طالب بأزاء الله سبحانه وتعالى، لو لم يكن علي بن أبي طالب حدا فاصلا ولو لم تكن حادثة الغدير حدا فاصلا حقيقيا في حياة الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من له انشاق بيت الله بالعجب ولم ينلها نبي أو وصي نبي، الركن ينقص أنسا في تخايله كأن ربك أوحى سورة الضرب، قولي به يا قوافي الحب وانتظمي فإن وزنك في الكرار من ذهبي
في كل صدر إليه كعبة خلقت تقول حياك إن الشوق يلعب بي. مولاي ما أغرقت في شدة جهتي إلا لمرساك قد عليت أشرعتي وكنت يا سيدي حلال مشكلها فما يقول الهوى إن كنت مشكلتي. علي الناس تبكي وبسمات على شفتي على شفتي وحب الحضارتي وطير مني وكل الناس في شعور عنجي وعنهم أنا في شعور أغنيتي. علي طبعا كما تعرف يعني أمير المؤمنين كان في ذلك الوقت شابا ويعني في عنفوان شبابه وكان ملاصقا ورديفا لرسول الله في كل غزواته وفي كل معاركه وفي كل حركة كان يتحركها وهو أول من أسلم وصدق برسالته حينما كان عمره كما يروى 8 سنين أو أكثر أو أقل. فهذه الملازمة لرسول الله لمدة 23 سنة كبدء الدعوة وقبل ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو من ربى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وترعرع في بيته باعتبار أنه ابن عمه وهو أصغر أبناء أبي طالب. هذه الملازمة اكتسب فيها علي عليه السلام هذه المعاني وهذه القيم وهذه الدرجات العالية من الخلق ونظافة السيرة والصحبة الطاهرة كلها أكسبته هذه المعاني والخصال التي لم تتوفر في غيره من الصحابة بشهادة الصحابة أنفسهم فضلاً عن شهادة رسول الله له بذلك حينما قال قولته المشهورة أنا يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة. فرسول الله حينما يصطلح على أمير المؤمنين بأنه أبو هذه الأمة فهذه درجة رفيعة. أضف إلى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن مختاراً في هذا اليوم وفي تعيينه لأمير المؤمنين وإنما وردت آيات في القرآن أمرته بذلك. يا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن التبليغ والاستخلاف لعلي عليه السلام أمر إلهي لا مناص منه ولا بد من تطبيقه. ووردت في آيات أخرى بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن تمام الدين وإكمال النعمة في هذا اليوم بخلافة واستخلاف وإمرة علي أمير المؤمنين عليه السلام. علي ابن أبي طالب كان من عظماء البشر أنبتته الأرض العربية التي فجرت الدعوة الإسلامية في شخصه ينبوعاً من المواهب. ولم يكن الإمام علي مجرد بطل في ميادين الحرب فحسب بل كان بطلاً في صفاء البصيرة وطهارة الوجدان وسر البيان وعمق الإنسانية وحرارة الإيمان ومكارم الأخلاق. وأنه لا يستحيل على مؤرخ مهما بلغ من الفطنة أن يكون قادراً على وصف شخصية عظيمة من معيار الإمام علي حتى لو كتب 1000 صفحة. ذلك العملاق الذي لم تسمعه أذن ولم تبصره عين من قبل. تلك كانت كلمات الكاتب الشهير ميخائيل نعيمة. لو اعتبرناه عيد ثالث نستطيع أن نخصصه فقط هذا العيد ممكن أن يعترف به عند الشيعة
لأنه سلطت الأضواء على هذا العيد بأنه عيدا نحن اعترفنا به عيدا، ونحن فهمنا هذه الروايات كيف تناغمت مع هذه مع هذا النزول المفاجئ لجبرائيل، ومع روايات محمد صلى الله عليه وسلم عندما لزم يد الإمام علي بن أبي طالب، وعندما أشار، وعندما أدخله الخيمة، ولي من والاه. هذه الروايات التي الكم الكبير الذي رافق حادثة الغدير نحن اليوم نعتقد به جازمين بأنه عيدا أول للمسلمين، لأنه بهذا العيد بصراحة تعرف الإنسانية قيمتها، ويعرف المذهب قيمته، وتعرف الإمامة قيمتها. حنكمل الدين يوم الغدير، حيدرك الرام صار أميري. حنكمل الدين يوم الغدير، حيدرك الرام صار أميري. يوم الغدير علي صار أميري، صار علي يوم الغدير. قال إله الكون في الآي المبين، اليوم أكملت لكم يا ناس ديني. قال إله الكون في الآي المبين، اليوم أكملت لكم يا ناس ديني. حق اليقين أخو الأمين، أخو الأمين حق اليقين. يوم الغدير حيدر الكرار صار أميري. والله الغرب يعني هم يعني بعض المستشرقين تحدثوا عن الإمام علي، يعني تحدثوا باحترام وبفكر عالي، لكن هم شنو ما ينظروا له كمقدس مثل ما احنا ننظر له لاحترامنا له، ينظروا له بس نظروا الى اعماله واقواله وافكاره اللي قال. لكن هم طبعا مع هذا اكو اشياء ما قدروا يصفون بيها. لكن انا اللي اعتقده من قراءاتي انه هم كتبوا بابداع عن حياه الامام علي اكثر ما كتبوا المسلمين والعرب عن حياة الإمام علي، ولأن كل ما كتب الآن يعني في بطون الكتب الإسلامية والعربية، يعني أنا هذا رأيي، كل ما كتب بالكتب هي كتاب تقليدي. يحتل عيد الغدير موقعا عميقا في وجدان المسلمين، يختمر في ضمائرهم ويشكل ركنا من عقيدتهم، ويشارك في تفسير الكتاب ورواية الحديث والسنة وتكوين الأدب والتراث، ويحدد معالم من التاريخ والحضارة. كان يوم الغدير أعظم مجمع على الأرض في الإسلام، حيث كان مفترق قوافل الحجاج العائدين من آخر حجة مع آخر رسول في رجوعهم من حجة الوداع، حيث اجتمع أكبر عدد من المسلمين المتشوقين مسائرة ركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لينالوا من فيض صحبته المباركة في تعظيم شعائر الله في ذلك المنسك التاريخي. أكيد مر عليك كتاب صوت علي بن أبي طالب، صوت العدالة الإنسانية. هذه النظرة الثاقبة التي نظرها جورج رداق من زاوية تكاد أن تكون بعيدة عن التأثير الطائفي، تكاد أن تكون بعيدة عن التأثير النفسي. أنا اليوم ابني من أول كلامه يقول يا علي، لأنه وجد أبوين يقولان يا علي، وجد هذا التأثير، هذا التقليد المجبر عليه ابني وبنتي في علي بن أبي طالب. لكن هذا الرجل المسيحي عندما نصب كاميرته وسلطها بعين خفية على شخصية علي بن أبي طالب، هذاك الذي تكلم به ومر عليك هذا الكتاب، إن علي بن أبي طالب قال هذا الرجل إن احترت في أن أختار له اسما، ماذا أقول به؟ إماما للشيعة هو أعلى من أن يكون إماما للشيعة، خليفة للتسنن هو أعلى من أن يكون خليفة للتسنن، زعيم للبشرية أعلى. فما وجدت إلا هذا العنوان الذي هو جامع مانع يتناسب مع هذه الشخصية، وكان محقا في هذا الاسم عندما قال علي بن أبي طالب صوت العدالة الإنسانية. والإنسانية بصراحة هذا الطيف الكامل وهذا النفس الصاعد عند كل بني الإنسان.
اليوم تمت نعمة بعد الرضايا واكتمل الإسلام في آخر آية اليوم تمت نعمة بعد الرضايا واكتمل الإسلام في آخر آية درب الهداية نور الولاية نور الولاية درب الهداية يوم الغدير أمير أمير النبي محمد كان هو قائد المسلمين يعني هو الكلمة الأولى إلى أو فهو لما عملية اختياره للإمام علي هي يعني مو اختيار شخصي ولا وإنما كان هو اختيار بموجب الرسالة أنه تكمل لرسالته وهذا طبعا ما تحدث عنه بعض الكتب الغربية ولا الكتب الغربية لما تتحدث عنه تتحدث تقول لأنه كان الإمام علي بالأساس هو يمتلك فد منهجية فكرية يفتقرون إلى ما يعيشون اللي وياه يعني المجاميع الأخرى مجاميع يعني الصحابة والمسلمين اللي كانوا موجودين يقول كان يتمتع بمنهجية وبفكر يفتقروا له أو هم أقل يعني مع احترامنا لوجودهم فبيعة الغدير مثلت أنه النبي محمد سلم المنظومة الفكرية الإسلامية إلى الإمام علي. يحتل المكان أهمية كبيرة بالنسبة للإنسان، لذلك فإن المكان الذي وقعت فيه بيعة الغدير يحمل دلالات ومعاني ذات بعد كبير لا يختلف في جوهره عن زمن البيعة. هو الحقيقة أنه كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو سيد المرسلين سيد الكائنات سيد البشرية كلها، كذلك علي بنص رسول الله فهو وصيه وسيد الأوصياء، السلام عليك كما وردت في روايات الأئمة المعصومين السلام عليك يا سيد الوصيين، يعني لكل نبي وصي، هذا هو متسالم عليه، كما إن هارون وصي موسى وغيره كلهم أوصياء للأنبياء. فرسول الله صلى الله عليه وآله اختار عليا وصيا له وخليفة من بعده. أما منزلة أنه هذا التشابه هو حقيقة يعني الكرامات والمعجزات، أمير المؤمنين ليس بحاجة إلى معجزة، أنا أقول لك أن أمير المؤمنين هو معجزة بذاته لا يحتاج إلى معجزة، أمير المؤمنين في شخصيته وفي سلوكه وفي كل حركة قام بها بل في محض وجوده هو إعجاز، هو كرامة من الله سبحانه وتعالى لهذه البشرية. كان يوم الغدير حداً فاصلاً في تاريخ الرسالة الإسلامية على اعتبار أن إكمال الدين وإتمام النعمة حصل في تلك البقعة المباركة وفي ذلك الزمان المبارك. علي بساق العرش نورك علي علمت جبريل اسمك نزل بالتوراة وزبور وصحف وانجيل وزبور وصحف وانجيل علي بساق العرش نورك علي علمت جبريل اسمك نزل بالتوراة وزبور وصحف وانجيل وصحف وانجيل يا آية على كل آية شبه شمس الضحى على الليل يا المبدر تمام الدم وبسابع سما كوكب علي علي. النظريات الاجتماعية من بداية ظهور الخلق لحد الآن، من النظرية الرأسمالية الماركسية، النظرية العبودية، النظرية الإقطاعية، هو أضاف للإنسانية والنظرية الإسلامية هو أضافها، يعني بغض النظر إحنا ما نأخذ الجانب الحربي وإنما نأخذ الجانب الإنساني الفكري، فأضاف منظومة اجتماعية، يعني علماء الاجتماع، يعني هذا التطور اللي حدث العالم تطور الاجتماع اللي أحدثه كل مجتمع أضاف الشيء، يعني هاي النقلات من الإنسان عايش مجتمع المشاعية البدائية ومروراً بالرق والإقطاع والمجتمعات الرأسمالية المجتمع الاشتراكي إلى الآن هو أضاف المجتمع الفكري الإسلامي أضافه، يعني هو قدر أن يقدم
العالم الإسلام الفكر الإسلامي بقالب حديث وبقالب جديد ما أضاف أي مفكر إسلامي، أي مفكر إسلامي الآن لو تفتش كل الكتب، كل بطون الكتب ما أضاف مثل ما أضاف الإمام علي، وماكو كتب تحدثت يعني الغربيين بما تحدثوا عن الإمام علي. العيد في الشريعة الإسلامية يأتي بعد أداء فرائض دينية معينة وإتمامها، فيكون العيد بمثابة احتفال بإتمام هذه الفرائض، كما هو الحال بعيد الفطر المبارك الذي يأتي احتفاء بأداء فريضة الصوم وإتمامها لمدة شهر كامل، كذلك عيد الأضحى المبارك الذي يأتي احتفاء بأداء فريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلا من المسلمين وإتمام مناسكه. ولا يختلف عيد الغدير في فلسفته عن العيدين السابقين، فهو يأتي احتفاء بإكمال الدين الإسلامي للمسلمين وإتمام نعمة الله عليهم من خلال تنصيب علي بن أبي طالب عليه السلام وصيا لله ووليا لرسوله، وبذلك استحق عيد الغدير أن يكون بحق عيد الله الأكبر، فهو مصداق للآية الكريمة التي نزلت في ذلك اليوم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا